تعال بقى نفهم الامر اللي احنا اللي كان زميلنا اللي مش عارف دخل ولا ما دخلش، زميلنا فين اللي كان عزازي او حاجه زي كده، ولا كان مين اللي زعلان ولا بيتكلم؟ ويرك يا مصطفى ويرك، مش موجود. ماشي، طبعا انا بس عايزك تفهموه ان انا ما اقصدش ان انا يعني اضايقه في حاجه، الجمله اللي هو مش فاهمها نشرحها مره واثنين وثلاثه لغايه ما يفهمها ان شاء الله. لكن الفكره بس ان ايه؟ ان احنا ما نقفلش على افكارنا وعلى عقولنا، احنا محتاجين نعرف، محتاجين نتعلم، نتعلم بجد. اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ده التعليم اللي بجد، مش مجرد ان انا اشرح لك شويه تريجرز يعني معروفه وهم واحنا بنغير بس في التيبلز وفي البتاع، الفكره مش كده. لازم نحاول نفكر ونخرج بره الاطار الطبيعي وندور ايه المشكله، مفيش اي عيب خالص. كده كده الانفورميشن سكيما دي موضوع مهم جدا، احنا كده كده كنا لازم نغطيه في الماده ان شاء الله، بس كويس ان هو اتقدم، الموضوع اتقدم. ايه الانفورميشن سكيما؟ تعالى بقى نفهم الانفورميشن سكيما دي. سكيما زيها زي السكيما اللي اسمها سكول، زي اللي اسمها برودكتس، زي اللي اسمها ماي سيكوال، زي اللي اسمها جروب 2 او جروب 1، دي اسمها انفورميشن سكيما. تمام، زي البرفورمانس سكيما، في حاجات تانية موجوده زي الانفورميشن سكيما. الانفورميشن سكيما دي حاجه مهمه جدا وداتابيز مهمه جدا، هي العمليات اللي بتتم عليها. مفترض ان هي مش مسموح ان حد يشوفها الا ناس الادمن، الا الادمنز اللي على الداتابيس. الداتابيس دي مليانه جداول كتيره جدا، الجداول دي كلها زي ما انتم شايفين كده، مش بس دول على فكره، احنا ممكن تدوس نيكست كده وتخش على البيج اللي بعدها، وفي عندك تو بيجز، خش على البيج اللي بعدها هتلاقي بقيه الايه؟ بقيه ال بتاع التيبلز. تمام؟ التيبلز الموجوده دي كلها تيبلز بتشيل معلومات احنا بنسميها الميتا داتابيز او الميتا انفورميشن. ايه الميتا انفورميشن او الميتا داتابيز؟ الناس سامعاني كويس؟ تمام؟ ايه الميتا انفورميشن او الميتا داتابيز؟ اللي هي العمليات اللي بتتم عن الداتابيز، مش البيانات بتاعتك، لا، عن كل العمليات اللي بتتم وكل البيانات، يعني مثلا من ضمنها اليوزرز بتوعك، مثلا الصلاحيات بتاعت اليوزرز، التيبلز اللي بتتكريت، الاحصائيات بتاعت التيبلز، الحقوق اللي موجوده على التيبلز، الكونسترينتس اللي انت بتسيبها على التيبلز، السكيماز، البيانات، الداتابيز اللي انت بتنشئها، البلجنز اللي انت بتعملها، البارتيشننج اللي انت بتعمله، الكولومز اللي انت بتستخدمها، كل حاجه عن الداتابيز بتاعتك، عن الداتابيز اللي انت بتستخدمها، مش بس مش داتابيز عن بيانات بتخزنها، لا، عن العمليات اللي بتتم. خلاص، انت كريت يوزر جديد بتسيبه هنا، امال هو بيتكريت لما انت بتعمل يوزر جديد بيروح فين اليوزر الجديد ده؟ هو ما يبقاش من ضمن الداتابيز اللي اسمها سكول، صح؟ لما جينا عملنا يوزر او نيجي نعمل يوزر هيبقى جوه الداتابيز اللي اسمها سكول في حاجه تيبل اسمه يوزر؟ لا، يبقى في الانفورميشن سكيم. لما بتيجي بتنشئ جدول بالفيلدز دي، يعني مثلا الجدول اسمه كوليدج ديجري مثلا، التيبل ده بالديسكريبشن بتاعه بيتسايب فين؟ في الانفورميشن سكيما. سيبش هنا، لان احنا انا عندي هنا الداتا بتاعتي، لو دخلنا على التيبل ذات نفسه، التيبل فيه البيانات بتاعتي، صح؟ في الشغل بتاعي انا. لكن المعلومات عنه بتتخزن في حاجه اسمها الانفورميشن سكيما. تمام؟ الانفورميشن سكيما فيها تيبلز كتير. فيها تيبلز كتير، تمام؟ في تيبل اسمه البروسيس ليست. جوه الانفورميشن سكيما طبعا انت ممكن تروح ببساطه جدا تبقى عامل كده، تقول له والله انا يا عمي عايز اعمل جمله سيلكت، بتقول سيلكت استريسك عادي فروم انفورميشن سكيما ده بروسيس ليست، صح؟ هيجيب لك بقى السيرفر مين واليوزر اللي داخل مين والعمليه اللي بتتم ايه وكل العمليات اللي بتتم بيسيبها في التيبل ده. لو جينا عملنا جو هنبص نلاقي ايه؟ قال لي اليوزر مين، الهوست السيرفر فين، الداتابيز اللي شغال عليها ايه، الكوماند عباره عن ايه، التايم امتى، الستيت الحاله بتاعته ايه، الانفورميشن ايه، مش عارف الستيج، الحجم بتاع الداتابيز ايه، البروسيس واخده ميموري قد ايه، مش عارف ايه الى اخره من الايه، من البيانات الكتير
اللي هو بيسيبها وبيوفرها عنده بحيث ان انت تقدر تستخدمها فيما بعد. تمام؟ فالانفورميشن سكيما فيها ممكن نيجي نقول له كده مثلا. لا هو طبعا هنا بيشتغل على البروسيس ليست، قلت له لا انا مش عامل مثلا البروسيس ليست، احنا ممكن نجيب من الانفورميشن سكيما حاجه اسمها تيبلز. مثلا لو قلت له سيلكت استريك، طبعا لازم اقول له الانفورميشن سكيما دوت ايه، يعني لازم اقول له انفورميشن سكيما عشان يعرف ان لو دور هيدور في الداتابيز اللي هي اسمها سكول، فمش هيشوف. فانا اقول له انفورميشن سكيما دوت مثلا دوت تيبلز، فقال لي بص بقى مطلع لي طبعا احجام طبعا رهيبه، طبعا اكتر من 500 تيبل من 30. قال لي السكيما، اسم السكيما واسم التيبلز اللي بيحصل، والتيبل تايب ده نوعه ايه، فيو ولا تيبل ولا ايه، والانجن اللي شغال عليه، والفيرجن، وي وي وي. لو مثلا دخلت في الاخرانيين كده، بلاش في حاجه الاوائل، انا جبت نمبر اوف روز، لا انا مش عارف نمبر اوف روز، يبقى كده انا ماشي مش مهم نمبر اوف روز، خلينا ننزل تحت. هيلاقي يقول لي ايه، كان في عندك في السكول صح ولا ايه، عملت تيبل اسمه الكولج ديجري، تيبل اسمه كذا، تيبل اسمه كذا، تيبل اسمه كذا، عملت فيو اسمه تيتشر ديبارتمنت، ده نوعه فيو، واخدين بالكم؟ على ايه، على الانجن عشان ايه، نو دي بي، تيتشر اوديت، ده اخر تيبل انت عملته صح ولا ايه؟ وبدا ايه؟ يطلع لي تفاصيل وحجم التيبلز وكام رو واتعمل امتى ومين اللي عمله وكان بيشرب شاي ولا لا، كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها بيخزنها. فانا مثلا بوريك تيبل اسمه تيبلز جوه الانفورميشن ايه؟ جوه الانفورميشن سكيما، وممكن تبدا تسيرش وتبدا عليه تعمل كل شغلك. يعني مثلا سي، يعني انا عندي دي سكول صح؟ ده اسمها تيبل ايه؟ التيبل سكيما، السكيما اللي اشتغلنا عليها التيبل. فانا لو جيت عملت مثلا اديت وقلت له وير ان التيبل سكيما كانت بتساوي سكول، فكده اكيد بقول ما بتعرفوش غير مين؟ غير التيبلز الخاصه بالسكول صح ولا ايه؟ فجاب لي كده اهو، ادي امر اهو مثلا، ده امر المفروض نتعلمه لما نكون عايزين نجيب كل التيبلز او كل الاوبجكتس، الاوبجكتس اللي في داتابيز معين. طب لو جيت قلت لك طب انا عاوز تجيب لي كل الاوبجكتس اللي من نوع فيو، اللي من نوع فيو، تمام؟ فلو جيت عملت كده او ارجع الاول، معلش ارجع كده، بص اصلا الانواع بتبقى متسجله في حاجه اسمها تيبل تايب. التيبل ايه؟ طيب عندي بيس تيبل، يبقى ده تيبل عادي، الفيو بيبقى فيو صح كده؟ فلو قلت له وير اند التيبل اندر سكور تايب كانت ايه؟ بيس تيبل، يبقى انا كده بجيب كل الجداول اللي موجوده في داتابيز السكول. الاوامر دي اوامر انتوا مطالبين بيها، ده اصلا كده انفورميشن اسمك هتتشرح يعني ان شاء الله يعني. فانا لازم اعرف، انا بقول له سيلكت لي التيبلز من جدول من داتابيز اللي اسمها سكول من التيبل تايب اللي اسمه بيس تيبل، قلت له جو، فجاب لي بس الايه؟ قال التيبلز. لو انا عايز اعرض التيبل نيم بس مش هقول له كده، هو جاي قال له هات اعرض لي مين؟ عادي بقى، ده احنا كده بنلعب يعني، فاهمني؟ يعني حاجات سهله، الكلام ده احنا اخدناه الجديد اللي احنا بنتعرف على انفورميشن سكيم صح؟ نتعرف على السكيم الجديده بس، لكن كاوامر اس كيو ال ايه المشكله يعني؟ تيبل نيم زي تيبل نيمز مش فيها مشكله صح ولا ايه؟ طبعا هو المفترض ان يبقى في يوزرز، فاليوزرز ليهم صلاحيات، وده يدخلنا بقى في المرحله اللي هي الاعلى من الداتابيز، ان احنا نتكلم على اليوزرز وازاي نديهم حقوق، واليوزرز هم مشوش غير السكيما بتاعتهم، ممكن احط اليوزر ما يقدرش يعمل غير ابديت، اليوزر ده ما يقدرش غير يكويري، اليوزر ده ما يعرفش يعمل مش عارف سيرت،
ده ما يشوفش غير التيبل ده بس، اليوزر ده ما يشوفش غير الفيو ده بس، اليوزر ده وابدا ادي له صلاحيات بحيث ان هو ان انا اقدر احرك اليوزر في اتجاهات انا عايزها بس، لكن ما يبقاش حر ان هو بيقدر يخرب ويخش في اي داتا بيز ويبقى الله ينور عليك، ايه الجمال ده؟ انا مبسوط من المحاضره بتاعتي النهارده عشان لا مش امانه انتوا كلكم كمان ليا، ايه رايك؟ المعامله بالمثل ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيكم. طبعا انا مش عايز يعني ايه يعني الموضوعات تبقى الناس قلقانه، الناس تبقى المفروض ان هي تبقى مبسوطه ان هي بتتعلم شيء لنفسها بعيد عن المواد وعن الكلام الفارغ وعن فكره ان انا ابقى متحجم بماده انا عايز اتعلم، افتح لنفسك الافاق. تمام؟ اي حاجه بعد كده انا بس عايز اتكلم معاك في موضوع صغير، احنا خلصنا المحاضره.